النجمة صفاء أبو السعود. بعدين معاك، بعدين معاك. النجم أحمد صياب. بعدين معاكي، بعدين معاكي. في يوميات صفصف. انتوا ليه؟ ليه؟ نائر ونقير كده؟ وبعدين معاك يا صفصف فعلاً بتطير كل يوم في حالة كده. هي اللي بتطير يوم زي الفوازير. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش النحس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. حسب بالدقيقة والثانية، رمضان ما صفصف حاجة تانية، رمضان ما صفصف حاجة تانية. حسب بالدقيقة والثانية، رمضان ما صفصف حاجة تانية، رمضان ما صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. رمضان ما صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. أعمل إيه دلوقتي؟ أبدأ بمين؟ أشتري الأول الفراخ ولا اللحمة؟ الخضار ولا الفاكهة؟ اللبن ولا البيض؟ أيوه أنا هبدأ بالسمك من عند المعلم جندوفلي. صباح الفل يا معلم جندوفلي. يا صباح الجبري، ظهرك بطة ست صفصف. بكم السمك من النوع ده يا معلم جندوفلي؟ عشان خاطرك انت بس، وعشان خاطر العيش والملح والزيت والليمون اللي بينا، الكيلو ب150 بس. يا سلام، وكمان بس ليه؟ هو انا هشتري مركب يا معلم جندوفلي؟ مش بايدي الدورار وبقى في العلاج، طالع زي السفنصير اللي في العمار. طيب يا سيدي، ما باليد حيله، هاتلي 2 كيلو ب300 جنيه. ب350 بقى. ليه؟ مش 2 كيلو والكيلو ب150 يبقوا ب300 جنيه؟ ب150 ده مبدئتين بس اول ما حضرتك جات، لكن دلوقتي جالي مشيش على التليفون بتقول ان سعر السمك من النوع ده زاد وبقى ب175. مشيش؟ ايه مشيش ده يا اخويا؟ مسج، اسمها مسج يا معلم. والمشيش دي بقى، قصدي المسج دي جات لك منين؟ من البحر؟ لا، من النقابة. نقابة؟ نقابة السمك. لا 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 لا، نقابة الصيادين وتجار السمك. شوفي اهو، شفتي بقى اهو بقى ب200 جنيه الكيلو. اقولك على حاجة، انا مش عاوزة سمك، مش هناكل سمك. سلام يا معلم جندوفلي، وسلم لي على النقابة. زي السكر يا بنانا، يا حبيب القرود يا موز. صباح الخير يا مسعودة، يا بيعت الموز. أهلا أهلا بالست صفصف، أهلا بصباطة قلبي. بكام الموز يا مسعودة؟ دلوقتي ولا من 5 دقايق؟ يا سلام، هو موز ولا سهم في البورصة يا مسعودة؟ والله يا ستي كل ما بمزاجي، أنا بشتري الحاجة وعاوز أكسب فيها، التجار الكبار هما اللي بيحددوا السعر حسب الدولار. ما شاء الله، والدولار بقى ماله ومال الموز؟ ده استغلال وسرقة، سرقة يا مسعودة، سرقة. حقك عليا يا ست الكل، أنا مش بإيدي حاجة، الودي ودي أديك الموز ببلاش ووصله لحد البيت كمان. لا كتر خيرك يا مسعودة، أنا شكلي كده هرجع البيت إيد ورا وإيد قدام، أنا هتجنن يا عالم. ولا تتجنني ولا حاجة. إزاي يا حاتم؟ إزاي؟ المطلوب مني أعمل إيه مع الجنون ده؟ تتوهمي مع الوضع ده، إحنا خلاص في سوق حر، الأسعار بتتحرك على حسب حاجات تانية كتير، بس ده ما يمنعش بقى إن في جزء من التجار بيستغل الموقف وبيزود الأسعار بطريقة مبالغ فيها الصراحة. وإحنا من إمتى بقى بنهتم بالدولار؟ طول ما أنا ماشية في الشارع الناس كلها بتسأل بعضها، هو بكام النهاردة؟ وصل لحد فين؟ طلع كام؟ خلاص الناس كلها بقت بتمشي بالدولار.
ايه ده؟ ايه؟ خير يا حاتم؟ الرسالة اللي على الموبايل دي فيها ايه؟ ده خبر بيقول ان الدولار سعره نزل. ايه؟ نزل؟ انت بتتكلم جد؟ سلام سلام، رايحة فين يا صفصف؟ نازلة السوق، الدولار نزل يعني الأسعار نزلت. استني بس يا صفصف. طيب أوي صفصف دي، صعبان عليا والله. يا سمك المحيطات يا سمك، يلا متربي على الغالي واكل من طيبتك يا سمك. مساء الفل يا معلم جندوف. اهلا اهلا بالست صفصف اللي زعلت من امبارح وسحبت سنارتها ومشيت من غير ما تشتري. لا 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 لا، خلاص خلاص يا جندوفلي، اللي فات مات. اديني بقى 3 كيلو سمك. 3 كيلو بحالهم؟ ايوه من عينيا ست الكل. امبارح كان الكيلو ب150 لما الدولار كان غالي، وفضل يزيد طول ما الدولار بيزيد، لكن النهارده الدولار نزل، يعني الكيلو المفروض يبقى ب75 جنيه مثلا. الثلاثة كيلو جاهزين يا ست صفصف، صحي وبيلعب. كتر خيرك يا معلم، حسابك كام؟ 750 جنيه. ايه؟ ليه بقى؟ بقولك يا معلم احسب كويس، انا واخدة 3 كيلو مش 10 كيلو. انا عارف يا مدام، 3 كيلو في 250. ازاي يا معلم؟ ازاي؟ ده الدولار نزل. الحمد لله على سلامته، ما تيجي ننزل معاه. نازلة السلالم يا ما شاء الله عليها، يا حلاوة، وكمان بتغني. اللي سعره بيزيد ما بينزلش يا استصفصف. ايوة بس الدولار سعره نزل، وانا شاري لما كان السعر غالي يا مدام. نفوخي نفوخي، دماغي هتنفجر يا ناس، ضغطي عالي عالي، ده انا ضغطي عالي اكتر من الدولار. وانت اللي جبتيه لنفسك يا صفصف. انا مالي بس، انا مالي، هو انا اللي عليت سعر الدولار؟ ده انا غلبانه وفي حالي. يا حبيبتي فهمي، الحاجه اللي سعرها بيزيد ما بينزلش يا صفصف. ايوه ما بينزلش. انا خلاص 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 مش عاوزه الاسعار تنزل، عاوزه ضغط العالي هو اللي ينزل لما الدولار ينزل. كنتم مع يوميات صفصف مع النجمة صفاء أبو السعود. أنا واحدة ذكية 100%، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. بلاش يا حلوة نهار، انت لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تسوى ألوفات. أبشغلي جيبك يا حلوة، أنا ناقصني حاجات. شغلي جيبك يا حلو، ده انا عندي عزومات. شغلي جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. محسومه بالدقيقه والثانيه، رمضان ما صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه. رمضان ما صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه. محسومه بالدقيقه والثانيه، رمضان ما صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه. رمضان ما صفصف حاجه تانيه، حاجه تانيه. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، نجاح حسن، عبير مكاوي، أمير عجمي، موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع مصطفى البوب، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. رمضان ما صفصف حاجة تانية، حاجة تانية.